قبل الاحتدام المرتقب للمواجهة الميدانية بين روسيا وأوكرانيا، تسجل مواقف الطرفين تصعيداً وتأكيداً للتجهيزات لهذه المعارك. فالكرملين توقع أن تكون المواجهة مع الغرب في أوكرانيا طويلة، تزامناً مع إجراء موسكو مناورات نووية. في المقابل حددت كييف موعد الهجوم المضاد في أبريل ومايو المقبلين، وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف التخطيط لهذا الهجوم في اتجاهات عدة، وذلك بانتظار اللحظة الأكثر ملائمة بالنظر إلى الظروف الجوية. كيف وأين ستكون المعارك المنتظرة في الربيع؟ وكيف تبدو الاستعدادات لها؟ ولمن تميل كفة الغلبة؟ معنا الآن من موسكو عضو مجلس الدوما السابق سيرجي ماركوف. سيد ماركوف، مرحبا بك معنا. إذن الجميع يتهيأ على ما يبدو لمرحلة جديدة من هذه الحرب. الأوكرانيون أعلنوا موعد للهجوم المضاد الشهر القادم والشهر الذي يليه، وفي الوقت نفسه القوات الروسية وحلفائها يواصلون محاولاتهم تحقيق المزيد من التقدم. ما الذي يمكن أن نتوقعه في الفترة القادمة خلال الأيام وربما الأسابيع القادمة؟ صحيح ما يحدث اليوم، باستثناء شيء، هو أنه ليس هناك حرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن أوكرانيا ليست موجودة كدولة مستقلة وهي تحت سيطرة الولايات المتحدة والناتو. وطبعا إنها حرب هجينة شنتها الولايات المتحدة ضد روسيا باستعمال الجيش الأوكراني كجيش وكيل، فعلى سبيل المثال كما تستعمل إيران حزب الله وميليشياتها لضرب الدول الأخرى. توقعاتنا هي أننا نتوقع هجومين، أولا هجوم من الجيش الأوكراني والذي هو الآن قد تحضر تماما من قبل واشنطن والناتو، وأيضا طبعا قدموا له كل العتاد والأسلحة وهم مستعدون لمهاجمة في اتجاه مدينة أزوف، ثم لتقسيم طبعا الأراضي الروسية التي إلى قسمين. طبعا هذه توقعاتنا، وبأن الجيش الروسي أيضا مستعد لمهاجمة أراض أوكرانية أخرى لتحريرها من القمع قمع النظام الأوكراني. طيب دعني أعود إلى تصريحات السيد بيسكوف. سيد ماركوف، إذا سمحت لي الناطق باسم الكرملين، يقول أن هناك توقعات بأن يطول أمد الحرب الهجينة. هل روسيا متفاجئة من أن هذه الحرب سيطول أمدها؟ الكل يتحدث عن أن هذه الحرب لن تنتهي في فترة وجيزة، وبالتالي ما الجديد في تصريحات السيد بيسكوف؟ روسيا كانت قد تفاجأت بهذه الحرب، لأننا كنا نعتقد وكنا نعلم بأن معظم الأوكرانيين ليسوا سعداء بشأن هذا النظام القمعي، وكنا نتوقع بأنه سيكون هناك دعم شعبي لروسيا، ولكن أظن بأننا قللنا قوة ذلك النظام والذي طبعا عززته الولايات المتحدة والناتو. ولهذا فإنها مثل داعش في أرض أرثوذكسية مسيحية، وطبعا هذا أمر متناقض. روسيا حضرت للحرب أو لعملية عسكرية خاصة فقط، ولكن روسيا لم تكن تعرف بأنه ستكون هناك هذه الحرب الكبيرة، لأن آخر حرب كبيرة مثل هذه حدثت على الكوكب هي الحرب بين إيران والعراق قبل 40 عاما، فإنها مثل الحرب العالمية الثانية، وروسيا لم تكن مستعدة لهذه الحرب. لم تكن مستعدة لمثل هذه الحرب. سيد ماركوف، هل هذا نتيجة سوء تقدير كبير وهائل في سير العمليات الميدانية أم ماذا تحديدا؟ لأنك تقول كان هناك توقعات بأن الشعب الأوكراني سيقف مع القوات المهاجمة، واضح أنهم لم يفعلوا ذلك.
هذا لأن في أوكرانيا هناك نظام قمعي مصطنع، من الصعب طبعا تفسير. الناس حين يعيشون مثلا في تحت نظام داعش مثلا، والتي تحظى مثلا بدعم القوات الأمريكية أو قوات روسية أو قوات أخرى، لأن الناس يخافون، وحين يكونون تحت سيطرة نظام قمعي فطبعا هذه ليست دولة ديمقراطية، وهم يخشون على حياتهم، ولا يمكن القول إن النظام الأوكراني نظام ديمقراطي، فلذلك لم يسمحوا لهم طبعا بالوقوف ضد هذا النظام. الآن مع مرور عام روسيا يعني هذا الشيء سيد ماركوف بالإمكان أن نقول أيضا على الجانب الروسي، نفس المنطق ينطبق على الجانب الروسي، لأن هناك بعض أو كثير من الذين يعارضون هذه العملية العسكرية كما تسمى في روسيا، ولكن لا يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم بسهولة. لا لا يمكن بكل سهولة المقارنة. مثلا خلال 8 سنوات على التلفزيون الروسي، في كل يوم في التلفزيون الروسي ويوميا هناك حوارات سياسية، ونرى البعض مثلا يمثلون موقف كييف كل يوم على القنوات الرسمية الروسية. أما القنوات الأوكرانية خلال 8 سنوات لم يكن هناك أي أحد يعرض وجهة النظر الروسية. طبعا هذا فارق كبير. وانظروا إلى الوضع مثلا في روسيا، هناك الكثير من اللغات المعترف بها، لأن هناك 25 لغة معترف بها هنا في روسيا. أما في أوكرانيا فروسيا التي هي دولة اللغة الروسية التي هي طبعا ينطق بها حوالي 60 أو 70% من السكان، فإنه تم حظرها رسميا في التعليم وغيرها. إذن هذا يظهر الفارق بأن روسيا هي دولة حرة أكثر من أوكرانيا. طيب دعنا نعود إلى الوضع الميداني سيد ماركوف، لأنه الآن الأمور على ما يبدو أصبحت جاهزة لهذا الهجوم المضاد الذي سمعنا عنه منذ فترة طويلة، الهجوم الأوكراني. ما يجري في باخموت اليوم؟ البعض يتساءل، هذه المعركة وهي الأكثر دموية والتي طالت ربما أكثر مما كان متوقعا، لماذا حتى الآن لا تستطيع القوات الروسية ولا الفاغنر ولا القوات الموالية لها أن تحرز تقدما ملموسا؟ أكثر الآن تقريبا سنة أو أقل بقليل من سنة مرت على هذه المعركة، لماذا برأيك؟ باخموت منذ البداية لم يكن لديها أهمية عسكرية كبيرة. أنا أعرف تلك المنطقة وكنت فيها قبل الحرب، وأنا أعرف أن هناك تلالا حول باخموت، والتي تظهر بأنه من الصعب السيطرة على باخموت من الخارج، ولكن باخموت كانت صناعيا أو حظيت مثلا برمزية سياسية لزيلينسكي، لأن فلاديمير زيلينسكي يريد أن يظهر روح الأوكرانيين وبأنهم أقوى من الروح الروسية، وهذه الروح فهي تمثل لديه كما قلت رمزية سياسية، ولذلك زيلينسكي أرسل عددا كبيرا من الأوكرانيين لباخموت للدفاع عن هذه المدينة الصغيرة. والحقيقة هي أن باخموت أيضا لديها أهمية عسكرية الآن، لأن معركة باخموت هناك الكثير من الجنود الأوكرانيين قتلوا فيها، وربما هي قد قوضت قوة الجيش الأوكراني. طيب. وبالحديث بصراحة كمحلل فأقول بأن هذا الأمر مثل بالنسبة للجيش الروسي، الجيش الروسي مثلا الذي أراد أن يسيطر على باخموت أيضا قتل منه الكثير من الجنود الروس، وبالطبع أثناء الحرب لا أحد يستطيع قول الحقيقة، لأن الجانبين
طبعا يشنان حربا دعائية، ولكن أنا من الجانب الروسي، وكما نفهم نحن فباخموت أو القتال في باخموت طيب. الجيش الروسي أيضا خسر قوات هناك، ولكن الأوكرانيون قتلوا أكثر، وطبعا هذا يؤثر على الجيش الأوكراني. شكرا لك سيرجي ماركوف، عضو مجلس الدوما السابق، كان معنا من موسكو.